مساء الخير. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع شركه فودافون للاتصالات يلي قامت بدمج اعمالها بالهند مع شركه ايديا سيلولر الهنديه لتشغيل شبكه الهاتف المحمول. هالدمج بيجعل من شركه فودافون ثالث اكبر شبكه بالهند. ووفقا لبيان صدر حول عمليه الدمج، بتحصل الشركه الجديده على حوالي 400 مليون مشترك، يعني عم نحكي عن 35% من حصه السوق. ومننتقل لألمانيا، حيث دعا كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الياباني لتضافر الجهود من أجل الحفاظ على تجارة حرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي. وعبر كلمة ألقاها رئيس وزراء اليابان خلال افتتاح معرض للتكنولوجيا بألمانيا، أشار إلى ضرورة عقد شراكة اقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي بوقت قريب. أضافت ميركل أنه ألمانيا مستعدة لتكون المحرك لاستكمال هالصفقة باعتبارها داعمة للتجارة الحرة والأسواق المفتوحة. ومننهي من إفريقيا، حيث كشف البنك الدولي عن استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. الجدير بالذكر أنه الاسم الأكبر من هالاستثمارات بقيمة 45 مليار دولار رح يتم تأمينه من الجمعية الدولية للتنمية. ذكر البيان أيضا تأمين تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، إضافة إلى 4 مليار دولار من الفرع العائد للبنك الدولي، ويلي من مهامه إعادة الإعمار والتنمية. هيدا كان كل شيء لليوم. أنا بشوفكم بكره.